قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتضمن اجراءات شهود كما يسهم في مكافحة الفساد وخلال كلمته امام مجلس النواب اضاف فوزي ان القانون يتضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الاجراءات القضائية هذا اضافة الى انه يعكس احترام السيادة الخاصة للمواطنين يمثل مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوه جاده لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه الى سنه 1950 وقد طالته عشرات التعديلات التشريعيه طوال 74 عاما وطرات عليه مستجدات ومستجدات. وكانت المطالبات قد تزايدت خلال العقدين الاخيرين بضروره اصدار قانون جديد ومتكامل للاجراءات الجنائيه ليواكب التطورات في مجال العداله الجنائيه وحقوق الانسان ويتسق مع التنظيم الدستوري المتطور الذي وضعه دستور 2014 في مجال الحمايه الدستوريه للحقوق والحريات. لذا فقد كانت مبادره النواب بوضع مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائيه من خلال اللجنه الفرعيه التي شكلت لهذا الغرض وتبني مجلس الوزراء لمخرجات اعمالها كما قلت سابقا خطوه شجاعه